السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شهيوات كوزينتنا. اليوم غنقدم لكم ان شاء الله وصفة ديال ديسير ساهل وكيجي في المنظر ديالو زوين. عندنا بالنسبة للمقادير نص سطر ديال الحليب، علبة ديال فلون فاني الا كانت الكبيرة او الصغيرة اللي بغيتو، انا ما متوفراش عندي كبيرة داكشي علاش درت هادي وضفت ليها جوج معالق ديال السكر. الا كانت الكبيرة بلاش السكر راه اصلا كتكون حلوة. وعندي بالنسبه للمرحله الثانيه للتزيين عندي ربع اترو ديال عصير الليمون وفواكه مقطعه مكعبات صغيره على حسب اللي متوفر عندكم. انا عندي هنا الجاس، المونغ، بنان وشويه ديال الفراوله. نبداو على بركه الله. غادي نخلطوا هذا الفلون، خلطته اصلا بوحدو مع السكر، غنضيفه في الحليب وغنديروه كيغلى. ها هو غلى عندي الفلون. غادي نكب واحد الكميه قليله في الكؤوس وغادي نحطهم هكا مائلين كيف ما لاحظتوا، نديروهم هكا لان اللي بغيتهم يجمدوا هما مائلين. غادي نحبس بهذه الطريقه غادي نخليهم حتى يجمدوا تماما وفي هذه الاثناء غادي نوجد لا سالاد دو فروي ديالي، عصير ديال الليمون غنكبو فوق فواكه عندي. بالنسبه ليا ما ضفتش السكر، الا بغيتو ديروه كديروه، ولكن انا كيعجبني تبقى الفاكهه هكا الحلاوه ديالها بلا اضافه السكر. غادي احتفظ بها في الثلاجه بينما يجمد عندي فلون، عاد نكمل هذه الطبقه ديال لاسالاد دو فري. من بعد ما جمد عندي فلون شفتو كيفاش كيجمد هكا مائل، درت لتو في واحد الطاسه خليته هكا بنفس محطوط بنفس الشكل ودرتو في الثلاجه حتى برد مزيان. صافي هنا عمرتهم بهاد لاصالاد دو فخوي، غادي ندخلهم الثلاجه حتى الوقت التقديم. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وبالصحه والراحه.